السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائى المشاهدين اهلا بكم في حلقه جديده من ساعه محبه موضوع حلقتنا لهذا اليوم القيم الاخلاقيه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاخلاق التي اشاع بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرساله كانت هي الاساس الاول الذي اقتنع به الناس والذي اقبلت به قلوب العباد الى خير البريه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف يقول انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق فكان كمالا وكان زينه للخلق وللخلق. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم هذه الاخلاق والله تعالى جاء ليشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم. وعائشه هذه الزوجه ام المؤمنين جاءت ايضا لتقول كان خلقه القران شهاده من الله وشهاده من الخلق هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم موضوع حلقتنا لهذا اليوم اعزائي المشاهدين القيم الاخلاقيه التي جسدها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور عبد الكريم وركات حياكم الله دكتور حياك الله أهلا وسهلا أهلا بكم الدكتور عبد الكريم أوريكات أستاذ الحديث النبوي في الجامعة الأردنية وهو كذلك الحال رئيس جمعية الحديث الشريف في الأردن وأيضا عضو رابطة علماء الأردن نرحب أهلا وسهلا يا مرحبا دكتور عبد الكريم يعني الأخلاق لا تصدر إلا من وعاء جميل نظيف مليء بالخير والمحبة النبي صلى الله عليه وسلم كيف له ومن أين؟ جاءه هذا الكمال الاخلاقي. شكرا دكتور عامر على هذه الاستضافه اولا وشكرا لهذه القناه على هذا الموضوع القيم وهذه الساعه المباركه في شهر رمضان المبارك التي اتيحت لنا لنتحدث عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعن القيم الاخلاقيه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لك على هذا السؤال اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والاخلاق في الاسلام بشكل عام تنبثق من العقيده والدين والدليل على ذلك دكتور عامر وانت استاذ في العقيده والاديان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان اذا اماطه الاذى عن الطريق هو سلوك وهو تصرف حضاري وقيمي راقي جدا جعله النبي صلى الله عليه وسلم احد شعب الايمان وكذلك الحياء وهو خلق ايضا وسلوك بشري يستحي الانسان من ربه فلا يفعل المعاصي يستحي الانسان من المجتمع والناس فلا يقوم باي عمل فيه شذوذ او خطا او معصيه او اضرار او اذى فبالتالي سلوك إذا هذا السلوك نابع من الإيمان وأنت تعلم بأنه مم. الإيمان إما قول أو اعتقاد أو عمل فشعب الإيمان التي سردها العلماء وحاولوا استقصائها وهناك كتاب لك حضرتك بتعرف إمام البهقي له كتاب اسمه شعب, شعب الإيمان مم. فحاول استقصاء كل شعب الأعمال الصالحة التي هي شعب الإيمان التي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنا قصدي أن أقول بأن الأخلاق في الإسلام منبعها من الدين يعني مرجعيتها الدين مرجعيتها الإيمان مرجعيتها رضا الله سبحانه وتعالى فالإنسان المسلم عندما يقوم بهذا السلوك يطلب رضا الله سبحانه وتعالى فيه لا يقوم به خوفا من قانون مجرد الخوف من القانون أو خوف من رقابة المجتمع فقط وإنما هناك شيء نابع من ضميره وايمانه وهذا هو هذا يفعل. ما اريد الحقيقه ان اوضحه عندما نقول ان مرجعيه القيم الاخلاقيه في الاسلام هي عند المسلم هي الاسلام كدين لكن قد يقول قائل اليس الاخلاق موجوده بين الناس حتى قبل الاسلام الم يقل العرب عن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الامين ألم يكن هناك عندهم حلف الفضول وأن أن يمنعوا الظلم وأن يمنعوا القتل وأن يمنعوا سفك الدماء في الأشهر الحرم والمطعم ابن عدي إلى آخره إلى آخره، إذا يعني كيف نوضح هذه الصورة أن هناك قيم في الحقيقة دوائر. وكأنها موجودة عند الإنسان على كافة أحواله؟ هناك دوائر في الأخلاق والقيم، هناك دوائر إنسانية يمكن أن يشترك فيها المسلم وغير المسلم. وهناك أيضا دائرة إسلامية بعض الأخلاق التي جاء بها الإسلام أو عززها ودليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ما مثلي ومثل الأنبياء من قبل إلا كرجل بنى بيتا إلا موضع لبنة في هذا البيت فالناس يمرون من جانب هذا البيت ويقولون ما أجمل هذا البيت لولا موضع هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء إذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء واخلاق موجوده عند العرب مثل ما تفضلت الكرم موجود الشجاعه موجوده المروءه موجوده بعض والصدق موجود العرب لا يكذبون قبل الاسلام فجاء الاسلام وعزز هذه القيم وعزز هذه الاخلاق وايضا جاء اضاف اليها يعني بعد اخر وهو ان الانسان يقوم بهذه الاعمال طلبا لرضا الله عز وجل ليس لرقابه لي المجتمع كما قلنا او القانون والدليل على ذلك أنه الآن في العالم اليوم مم. هناك أخلاق موجودة في الدول المتقدمة موجود أخلاق ونحن نعجب بهذه الأخلاق في الصدق وفي الانضباط بشتى يعني الوسائل إلى آخره لكن لو غاب القانون لو غابت الدولة ستجد أن بعض الأخلاق تغيب وأكبر دليل جميل. على ذلك العنصرية يعني بس مثال يعني كم اليوم آه، تواجه المجتمعات الغربيه آه، مشكله العنصريه الملونين وكم هتافات اللي بتابعوا مباريات كره القدم آه، الفيفا العالميه يعني تواجه مشكله في يعني هتافات العنصريه تجاه بعض اللاعبين آه غير البيض <applause> والمشاكل اللي تحدث هنا وهناك في بعض الدول الغربيه وامريكا يعني هذا الصدد والقتل و يعني المعامله غير اللائقه باللون الاخر انا قصدي انه اذا غاب القانون واذا غاب البعد الديني وبعد الضمير يمكن ان يعود الانسان الى اصله للاسف صحيح. الشديد يعني لكن دكتور الا تلاحظ انه يعني الا نعيش نحن ازمه اخلاقيه يعني اذا كنا نتحدث عن امراض موجوده في المجتمعات الاخرى وهذا صحيح اكيد ان هناك امراض في كل مجتمع لكن الا تشعر باننا اليوم في المجتمعات العربيه احوج ما نكون الى الحديث عن القيم الاخلاقيه لاننا نعيش ازمه اخلاقيه هو بالتاكيد هذا الكلام صحيح طب لماذا هذه الازمه الاخلاقيه هو احد يعني اسبابها هو ضعف الوازع الديني احد السبب العريض يعني بالاضافه الى عدم وجود برامج تربويه تقوم السلوك و يكون هناك ثقافه في المجتمع بشكل عام سواء الاسره في البيت او الاطفال في المدرسه او قبل حتى دخول المدرسه في رياض الاطفال ثم في المدرسه ثم في الشارع ثم في المؤسسات على شتى انواعها واصنافها في العمل في في الى اخره هذا يحدث ثقافه في المجتمع ثقافه يعني مراعاة هذه القيم طب و... الأخلاق أولا أم التصورات العقائدية؟ أو يعني الطفل عمره دعنا نقول ست سنوات صف أول ابتدائي. تقول له مثلا أنه هذا صدق، هذا كذب، يعني قضية من أين نبدأ؟ هل تعتقد دكتور أنه البداية يجب أن تكون بتعزيز القيم أم البداية بالتصورات النظرية؟ أه هو شوف هذا الكلام أم كلاهما طبعا أه النبي صلى, صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم. كل مولود يولد على الفطرة. نعم فهذا المولود يولد على الفطرة. على الاخلاق الجبليه الحسنه فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه اذا يتاثر بالمحيط هل هناك روايه تقول او يسلمانه مر عليك؟ لا يوجد ليه؟ لانه آه. الانسان هو يوجد لكن اعتقد انها ضعيفه صحيح يعني. غير صحيح هي روايه ضعيفه اما شو التفسير؟ انه لا يوجد م. لانه اصلا كل هذه الاخلاق التي يدعو إليها العالم اليوم من فضاء الأخلاق وهذه القيم الموجودة هي موجودة في الإسلام فبالتالي هو مسلم بفطرته بطبيعته فبالتالي يعني الطفل طبعا غير مكلف ومع ذلك أنا أعلمه القيم وأعلمه الأخلاق بالرغم أنه لا يوجد عنده يعني تصور كافي أو القدرة العقلية على تصور مثل أبعاد ولماذا وإلى آخره فهو يتعلم الصدق ويتعلم العدل ويتعلم هذه القيم والأخلاق التي يراها من خلال الزملاء والأصدقاء والجيران والأب والأم والإخوة والأخوات في البيت في المجتمع طب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال يعني كيف كان يبني هذه الأخلاق في نفوسهم يعني أولا تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة يعني حتى مجرد أن يمر بجانب الأطفال يسلم عليهم هذه قيمة إذا كان يمر فيسلم عليهم خذ لك مثلا حادثة وذكرها الإمام البخاري وحط لها عنوان في صحيحه باب متى يصح سماع الصغير اللي هي اساس هذه النقطة وهذه المسألة في عند علماء الحديث في الرواية السماع هو آه بمعنى متى الرواية متى يعني الطفل في السماع يعني متى يصح سماعه اللي يكون مدرك مميز يعني هي مبنية على قصة انه محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال عقلت مجة مجها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن خمس سنين بس لازم توضح شو يعني مجة شو مجة آه المتجه يعني إنه النبي صلى الله عليه وسلم حاط في ثمه شوية مي وبخ على وجه محمود ابن الربيع يعني يداعبه يعني تخيل إنه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى مستوى وعقلية وهذا الطفل ويتعامل معه بهذه الطريقة يمازحه جميل ويلاعبه جميل فهذا الطفل انطبعت في ذهنه إلى درجة أنه ما نسيهاش آه ما نسيها ما نسيهاش وهو كبير في السن يحدث بها الناس الحديث اللي اظن في البخاري ان رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بيد جاريه يعني بنت صغيره في كانت شارع الجارية كانت الجاريه تاخذ نعم. الجاريه يعني تاخذ أيوة بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. في شوارع المدينه تطلب حاجتها تسال النبي صلى, نعم. صلى الله عليه وسلم وهو يذهب عليه الصلاه والسلام لا يمنعه وقاره ولا سنه ولا نبوته ورسالته ان يكون بهذا التواضع يا سيدي اليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس مجرد ان يتعامل فقط وانما يعلم ايضا في موقف تخيل انت انه وهو واقف على المنبر ويخطب الجمعه او يخطب في الناس واذا بابني فاطمه الحسن والحسين ياتيان اليه يتعثران في ثوبيهما فينزل عليه الصلاه والسلام من المنبر وياخذ بهما امام الناس هذا مش موقف تعليمي موقف هذا هذا يذكرنا دكتور الايام هذه ايام رمضان وصلاه التراويح انه نصبر شوي على هالاطفال يعني انا ملاحظ انه الايام هاي المساجد ما شاء الله اصبحت مليئه واطفال كثير فنتذكر قصة الحسن والحسين حتى نتحمل هؤلاء الأطفال قليلا بل قصة ثانية مع الحسن والحسين أنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان ساجد فإجا الحسن والحسين تعرف جايين يزوروا جدهم عليه الصلاة والسلام السلام. <سؤال> فدخلوا المسجد، هو بيته بجنب المسجد، وهو ساجد عليه الصلاه والسلام ركبوا على ظهره. فطول عليه الصلاه والسلام في السجود، والناس يعني ظنوا وخشيوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حصل له شيء. فلما قام وخلصت الصلاه سالوه، قال ان ابني هذا ارتحلني. فما يعني ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يزعج هذا الطفل، فطول في السجود حتى هذا الطفل ذهب عن ظهره عليه الصلاه والسلام. جميل وهذا الكلام اللي تفضلت فيه واحنا اليوم في رمضان ونصلي التراويح واطفالنا يقبلوا على المساجد ضروري جدا يا اخوه يا اخوات يا مشاهدين انه احنا ناخذ بيد اطفالنا ونساعدهم لا نوجههم انه ما يحدثوا ضوضاء ولا ضجه ولا اصوات عاليه لكن على المصلين أن يعني يتحملوا هؤلاء الأطفال أكيد أكيد يتحملوهم ليش؟ لأنه فرصة أولا أنهم جاءوا إلى بيت الله ولعله منهم أول مرة يدخل ولعله كلمة في نهر هذا الطفل تنهر أو تصرخ في وجهه تكون يعني هي السبب في أن لا يدخل المسجد إلى أن يتوفاه الله فلا تكون أنت السبب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين لا نكون نحن المنفرين نحب هؤلاء الأطفال وحبذ أمة المساجد والمسؤولين عن المساجد بشيء من الحلوى، بشيء من اي مرغبات. هناك روايه أن كان يضع التمر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، هل الروايه صحيحه هذه؟ يعني قد لا تكون صحيحه ولكن فحوى ومضمون تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال والصحابه رضي الله تعالى عنهم بحيث انه يعني يصلون في المسجد ولهم صف خاص و والنبي صلى الله عليه وسلم يعني الى مستوى مثل ما قلنا كيف يتعامل مع هؤلاء الاطفال الصغار فما بالك بمن هم اكثر جميل, جميل. اذا دكتور عبد الكريم أكثر ناخذ الفاصل الاول ثم نعود لنواصل الحديث لننتقل الى موضوع الاخلاق النبويه في تعامله مع اهله مع زوجاته عليهم السلام, عليه السلام. <applause> اذا ناخذ الفاصل ونعود اليكم عدنا إليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من ساعة محبة وموضوع حلقتنا لهذا اليوم القيم الأخلاقية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. آه قال أحد حكماء الأندلس الدين خلق كله فمن زاد عليك في خلقه زاد عليك في دينه. إذا مركزية الأخلاق في الدين هي ربما في قلب الدين وفي جوهر الدين. كنا نتحدث مع الدكتور عبد الكريم وركات قبل الفاصل دكتور. حول موضوع الاخلاق التي يتعامل او تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اهله. واذا يعني اردت ان تربط ايضا وانت استاذ الحديث النبوي ورئيس جمعيه الحديث الشريف، اذا اردت ايضا ان تربط ما بين تعامله مع اهله وما بين القيم الجماليه ايضا التي هي تنسجم مع الاخلاق وربما تكون هي وعاء الاخلاق. شكرا دكتور عامر على هذا حياتي. السؤال بالنسبة لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله لك أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة يواجه بها الناس والأمة خطبة الوداع وهو يوصي بالنساء خيرا أيضا لنا أن نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة وهو بين سحري ونحري يعني كان على صدرها, صدرها على صدر يعني النبي في حضنها نعم كان بامكان النبي صلى الله عليه وسلم ان يموت وهو ساجد وهو يعني يقوم بطاعه وكل عمله طاعات عليه الصلاه والسلام ولكن هذا دلال على يعني قيمه المراه ومكانه المراه في ديننا وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سلوكه العملي وليس مجرد كلام مارس ذلك في حياته خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض المشاكل الزوجية التي لابد منها يعني في كل بيت وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو لأنهم بشر يعني لأنهم بشر فبالتالي أيضا هم قدوة كيف يعني لابد من إيجاد مش وجود مشكلة حتى حكمة إلهية يعني حتى يحلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستفيد نحن من يعني حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في حل مثل هذه المشكلات مثلا لما تذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها بعثت إحدى زوجاته بصحن أعتقد فيه طعام فغارت عائشة رضي الله تعالى عنها يعني أنه في زوجة ثانية تبعث بطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف كانت أوانيهم من الفخار فأمسكت بهذا الطبق من الفخار وكسرته. ف الطعام وكسر هذا الطبق والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنفها ولا ضربها ولا قال لها أهنتيني أمام الناس وأمام أصحابي وأمام الموجودين إلى آخره. بكل بساطة عرف أنه هذه مشاعر غيرة وقال غارت أمكم غارت أمكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ومسك هذا الطبق ها ولملم الطعام اللي بقي فيه وقال لها اتيني بطبق من عندك طبق جديد وبعث بهذا الطبق الجديد الى ام سلمة رضي سلام. الله تعالى بكل بساطه حلت المشكله يعني دكتور في طلاق ولا هوشات ولا روحات ولا جيات يعني بارك اعذرني تعتقد ان النبي فهم نفسيه المراه هناك من يقول تعرف في علم التربيه واليوم ان فهم نفسيه المراه بالنسبه للرجل هو يعتبر شيء سر او يعني يعني يندر أن تجد الإنسان الذي يفهم ما الذي تريد المرأة يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فهم هذه النفسية تماما؟ بالضبط يعني أي أولا المرأة أو الرجل هو إنسان وهذا الإنسان معرض يعني الخطأ ومعرض لحالات من الضعف تتنازعه شهوات معينة وحالات نفسية وحالات يعني من الضعف ليس على مستوى واحد في كل أحواله فبالتالي عندما يعني يتعامل الانسان مع الاخر بهذه الطريقه بالتاكيد ستكون هذه العلاقه سليمه، اما انا اريد المراه ان تكون كامله لا تخطئ ومعصومه ولا يمكن ان تقوم باي يعني مشكله لا يوجد هذا الا م. يعني لم يكمل من النساء الا اربعه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي اسيا امراه فرعون ومريم, ومريم. بنت مريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي يعني أن تتعامل مع المرأة وتفهم نفسية المرأة علم نفس المرأة وأيضا المرأة تفهم علم نفس الرجل أتوقع أنه يعني ممكن يعني تسير أنت مركب ربما دكتور لكن هذا يحتاج إلى وعي ودراسة وعلم وفقه يعني لا نضع لأنفسنا يعني صورة مثالية ونتعامل مع الآخر بهذا الشكل اظن انه الامور تمشي يعني جميل أه لا تخاف يا دكتور عمر الحمد لله طيب طيب دكتور بالنسبه عفوا لي انت سالت سؤال عن نعم. القيم الجماليه وكي. نربط نعم نربط آه القيم آه. الجماليه بطريقه تعامل. على فكره يعني هذه هذا الاخلاق اللي ذكرناها احنا سواء هذه او ما بدانا به الحلقه هي يعني تاتي في اطار حث الاسلام بشكل عام والنبي صلى الله عليه وسلم الحسن الخلق يعني اقربكم مني منزله يوم القيامه أحاسنكم اخلاقا يعني التاجر الصدوق مع الأنبياء والصديقين والشهداء يوم القيامة صدوق إذا قيمة قيمة الصدق وعدم الغش وإلى آخره عدم استغلال الناس في رمضان وغير رمضان إذا يعني خلينا نقول إنه في شيء اسمه قيم أخلاقية جمالية أخلاقية يعني القمة في جمال الأخلاق حسنكم أحسن الأخلاق أفضل الأخلاق هذا أيضا يجرنا إلى قيم أخرى حتى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في رمضان أيضا جمال اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا وانت تعرف أنه في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو إنسان صائم وقد يسبه أحدهم أو يشتمه أو يضايقه في السير وهو ماشي أو هو يشتري أو يبيع أو, أو إلى آخره وأنت تعلم أن الناس أحياناً في أخلاقهم صعوبة في بعض الناس في رمضان بسبب الجوع بسبب عدم التأقلم مع جو رمضان فإن أحد أو شتمه فليقول إني صعب. أظن أن الكبار الذين يستطيعون تحمل مثل هذا الخلق إنك أنت الوجيه الفلاني الرجل الفلاني الكبير في السن ذو المكان الاجتماعية إلى آخره وتقول له واحد يسبك أو يشتمك أو ينظر لك نظرة يعني إلى آخره فأنت بتقول له إني صائم هذا يعني هذا خلق لا يحتمله صغار الناس بالضبط يعني بس بدي أجيب لك مثال فضل. عفوا عفوا خالد بن وليد رضي الله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه شجع يعني تكسرت بيده سبع سيوف سيف الله المسلول سيف الله المسلول شجاع في حدا يستطيع أن يجابه خالد بن وليد من حيث القوة لا أحد سبه أحدهم فنظر اليه وكان بامكانه ان ياخذه بيد واحده ويرميه الى امتار بعيده، ولكنه قال له هي صحيفتك اكتب فيها ما تشاء. جميل. اخلاق كبار. اذا هذا لا يعيب الانسان المسلم ولا ينقص من قدره ان يتعامل بحسن اللفظ وبحسن الخلق مع الاخرين حتى ولو أساءوا اليك. جميل انا جبت هذا الكلام على اساس انه الالفاظ يعني حسن وجماليه أل 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 الجماليه حتى اللفظ الى درجه ان النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الاسماء مم كان الذي اسمه حزن سماه سهل وادي شعب وادي يعني اسمه وادي الضلاله سماه وادي الهدى النبي عليه الصلاه والسلام قال اصدق الاسماء أه خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن واصدقها الحارث وهمام وشرها مره وحرب حرب تخيل مره حرب العرب كانت وهذا دليل على ان الاسلام لم ياتي للحرب يعني كان يكره اسم حرب النبي صلى الله عليه وسلم يعني التفاؤل بدل القتل والدمار والذبح والسلخ يكون فيه ايش يعني طيب دكتور يعني بعيدا عن الحرب وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المزاح هل هذا المزاح الانسان اللي يحب يعني نوع من نوعا ما النكته الجميله امراه عجوز مثلا تاتي يقول لا يدخل المراه الجنه عجوز فتحزن فيقول لها لا يعني انت ستعودي الى الشباب يعني هذا النوع من التربيه النبويه المزاح الذي لا يزيح عن الحق ما الذي يعكس في خلق النبي التواضع مثلا ام محبه الجماهير التواضع والواقعيه دكتور يعني واقعية الإسلام يتعامل مع النفس البشرية آه ليست نفس مثالية وإنما هذه نفس يعني أحيانا تمل يعني بحب يضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الموعظة يحب الضحك حتى يعني كان في الموعظة يعني, يعني, يعني كان عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا إذا آه النفوس تمل إن النفوس كما قال ابن مسعود إلا إن للقلوب شهوة وإقبالا آه فخذوها عند شهوتها وإقبالها ولا تأخذوها عند إدبارها يعني لما الانسان يكون منشرح الصدر وقابل للسماع فتكلم مم. معه لما يكون منقبض او غضبان او كذا لا تتكلم معه لانه ممكن يعني لا يستجيب لك ولا يتفاعل مع الكلام الذي انت النفوس التوريد. بحاجه الى هذه النفوس أي بحاجه مم. النبي صلى الله عليه وسلم انت ذكرت وتفضلت لما قال لهذا العجوز لا يدخل, لا يدخل الجنة. الجنه عجوز فخافت وولولت مم. مسكينه كيف انه تدخل الجنه فقال لا انه النبي صلى الله عليه وسلم بينها انه كل الناس يدخلون الذين يدخلون الجنه في سن الشباب في سن, سن او من يشتري هذا العبد فخشي ان يبيعه النبي <applause> هذا الصحابي من رضي يشتري الله تعالى عنه. هذا العبد. او قال لرجل ساحملك على ولد الناقه قال مم. يا رسول الله ولد الناقه يعني انه اخذ انطباع يعني هذا القائل الصغير يعني الصغير الحوار كيف يعني لا يركب العرب تعرف انه هذا قادر على حمل الانسان ولا غير قادر فقال وهل تلد الناقه وهل الجمل الا ولد الناقه؟ الجمل الكبير ما هو ابن ناقه في النهايه. نعم جميل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح جميل اصحابه ويمازح اهله ويمازح الاطفال وكما ذكرنا يعني بالنسبه لي محمود بن الربيع وكان يضع في فمه الماء ويبخ في وجهه الماء يمجه الماء في وجهه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا هناك في في حياته مساحه من الترفيه يعني على ذكر المزاح ليست عائشه رضي الله تعالى عنها كانت تضع خدها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وجهها وتنظر الى الاحباش وهم يلعبون في في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبارزون ويتدربون ويلعبون وكان يوم عيد وهم فرحانين وعائشه تتفرج على هذه المباراه وعلى هذه الالعاب اللي يقوم فيها هؤلاء من حيث الرمايه والدقه والى اخره ايضا النبي عليه الصلاه والسلام كان يتسابق هو عائشه يعني لم يقل عليه الصلاه تقول عائشه رضي الله تعالى تسابقت انا والنبي صلى الله عليه وسلم فسبقني فلما كثر فقلت لحمي أو فقلت كثر... نصحت شويه سمنه فسبقني عليه الصلاه والسلام في مره ثانيه مسابقه اخرى يعني فبالتالي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الروايه بتقول في فضحك يعني في, في روايه بتقول فضحك النبي لما سبق عائشه فضحك وقال لي يا عائشه هذه بتلك اعجبتني كلمه فضحك يعني بل... انه بعد ما خلصوا المسابقه شوف المشهد يعني ما يعني آه بالضبط ما في مم. ما يمنع اخي الكريم و... يعني لا يعني الدين عدم المزاح، لا يعني الدين عدم الضحك آه بطريقه معقوله طبعا، لا يعني الدين ان يعني يكون هناك مساحه مثل ما قلنا من الترفيه الحلال والبريء و... والى اخره يعني مثل ما قال الصحابي رضي الله تعالى يا رسول الله إن إذا كنا عندك ها آه 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 ثم ذهبنا إلى آه فعافسنا الأولاد وإلى بيوتنا والأزواج فيعني أنه إحنا نفقنا اختلف إيماننا ونقص فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنتم كما آه لو بقيتم كما بقيتم عندي الى صفحتكم ملأك في الطرقات، لا يمكن يكون جميل. الانسان على وتيره واحده من الجديه والدين والالتزام في اعلى في اعلى درجاته النفوس مثل ما قلنا الاسلام واقعي ينفذ الى نفوس البشر فيعطيها هنا وهناك حسب الحاجه وحتى تستمر والا لا يطيق الانسان القران الكريم إننا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القران الكريم ثقيل وهذا الدين باحكامه وتشاريعه لا يطيقه الانسان دفعه واحده ونحن بشر وبحاجه ايضا الى نعم. شيء من لكن هذا لا يعني التميع الدين ولا يعني نعم. يعني التبذل ولا يعني كل حياتنا ترفيه وكل حياتنا لعب وكل حياتنا ضحك لا نعم. وانما المقصود يعني نستعين بهذه المساحات نعم. او الهوامش من الترفيه من اجل القيام على الطاعه وعلى جميل. اعمال جميل. واعباء الاسلام العظيمه يعني يعني دكتور قبل ان ننتقل للفاصل الثاني اريد ان اذكر الساده المشاهدين انهم سوف يروا ارقام الهواتف على الشاشه من اجل ان نفتح المجال للحوار على اتصالات على الهاتف من اجل استقبال هذه الاتصالات اذا ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم لمواصله الحوار واستقبال الهواتف عدنا اليكم من جديد اعزائي المشاهدين لنواصل حديثنا حول القيم الاخلاقيه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. وسنتحدث في هذا الفاصل الاخير او المقطع الاخير من هذه الحلقه دكتور عبد الكريم وهو يعني استاذ الحديث في الجامعه الاردنيه آه عن اخلاق النبي في التعامل صحيح. مع المسيء يعني من, من من يسيء الى النبي او بعض المسلمين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المسيء جيد هذا السؤال دكتور عامر لأنه المسيء طبعا أنواع النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع أصناف من المسيئين سواء من جهلة يعني جهلا منهم يرفعون أصواتهم مثلا وهم ينادون النبي صلى الله عليه وسلم او من يريد ان يغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم او من اساء اليه في فتره من الفترات ثم تمكن منه النبي صلى الله عليه وسلم هناك انواع كثيره لكن عليه الصلاه والسلام انطلاقا من القران الكريم يعني اللي بيقول فصفح الصفح الجميل انطلاقا ونحن في شهر رمضان المبارك لما النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشه يا رسول الله ان انا ادركت ليله القدر ماذا ادعو الله ماذا اقول قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلمنا ان نطلب العفو من الله سبحانه وتعالى، كيف انت تريد ان يعفو عنك الله وانت لا تعفو عن الاخرين، وانت لا تصفح فان الله جميل يحب الجمال، إذا كان الذي يعيش هذا العفو ويعيش هذه الرحمة على الأرض الواقع آه معلش ناخذ استأذنك ناخذ اتصال من الأستاذ ماجد أهلا وسهلا الأستاذ ماجد تفضل مساء الخير دكتور حياكم الله اهلا وسهلا مساء الخير ومساء الخير سمعت الشيخ المحترم والمستمعين الكرام معك ماجد جبريل من حسن المحترم حياك حياك الله آه. اه اول شيء اسمح لي انا مسيحي بدي اعيد اخواننا المسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك كل عام والامة الاسلامية في شتى انحاء المعمورة بألف خير وعلى رأسهم حضرة صاحب الجلال الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه هذا بدل يا شيخنا المحترم على التآخي والنموذج المصدر العالم للتعايش الإسلامي المسيحي اللي بنعيشه. أه بدي أسأل شيخنا المحترم سؤال صغير. تفضل. أه شيخنا الوضع حوالينا ملتهب. الوضع ملتهب والشغلة شغلة اقتصادية وعالمية. أه نظل نتعلم منكم يا سيدنا نوح عليه السلام عاش 950 سنة. قال شعرت حالي فتت من داب وطلعت من دابة. اللي بيقول لي الاملاك والبنوك والشركات بضحكش على الناس بضحك على حاله. ها ما بضحك على بضحك على حاله لان الارض ما اللي بيقول لك بده ياخذ لا هذا مش صادق حتى انا بقول مسؤولين الاقدام المتقاعدين ولا راس عملهم كل واحد بيزيد راتبه عن 6000 دينار يتبرع بعشرين 20% او 10% ها وسواء جمعيه اسمها جمعية عائلات المستورة بظلش عندك ولا فقير بالأردن ها احنا شبعونا وطنيات التخطو الهارم يعطونا تنظير ونظروا علينا بالوطنيه تشبعونا بالوطنيه هم وصلوا للمرحله هم تعمل المسؤولية بارك الله فيك بارك الله فيك سؤال واضح بارك الله فيك دكتور يعني كيف تعلق على كلام الاستاذ ماجد يعني هي ربما النقطه الاخيره تشير الى موضوع التضامن يعني الناس اللي ربنا يعني رزقهم رواتب كبيره وامكانيات كبيره يعني هو المح انه موضوع انه يتصدقوا بكذا يعني موضوع هذا الخلق خلق التكافل ربما ندخل بهذا المدخل شكرا للأخ السائل على هذا السؤال وشكرا لك على مشاعرك النبيلة تجاه جيرانك وأبناء الوطن جميعا من إخواننا المسيحيين أخي الكريم ديننا الإسلامي بحث على التكافل وديننا الإسلامي في شيء اسمه فرض مثل فرض الصلاة فرض الزكاة يعني في جزء من المال يجب مو يعني إنه منه يمن بها هذا الإنسان المسلم على أخيه المسلم وأنما يجب عليه وفرض عليه وركن وركن من أركان الإسلام إنه يدفع جزء من ماله إلى أخيه الفقير وإحنا الحمد لله مثل ما تفضلت أخي الكريم إنه الوضع اللي حوالينا كله ملتهب والإقليم كله نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين ويحقن دماء كل اللي موجودين التكافل ربما يخرجنا من من هذه الازمه بالضبط يعني, يعني ناخذ الاخ امين من اربد أتفضل. ونعود لنكمل استاذ امين تفضل انت على الهواء السلام عليكم دكتور وعليكم السلام مم. ورحمه السلام الله انت وضيفك الدكتور البركات حياك الله دكتور بركات لو سمحت هل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد كان يختلف تعامله مع المسلمين وغير المسلمين كان في التعامل يختلف يعني اذا تعامل مع مسلم او غير مسلم كان تعامله يختلف وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تعامله في رمضان يختلف عن غير رمضان وماذا تنصح المسلمين في الوقت الحاضر بالتعامل مع المسلمين وغير المسلمين وشكرا لك وشكرا لضيفك جميل, جميل جميل شكرا. سؤال رائع أستاذ أمين يعني هل هناك ازدواجية دكتور؟ هل هناك ازدواجية في وقت معين تكون أخلاقنا جيدة مع فئة من الناس؟ هل الأخلاق تقبل التجزئة والتطييف وانه هاي الطائفه معينه حسن الخلق اذا مش مسلم بتعامل كذا شو رايك؟ فعلا سؤال جيد يعني اه هو بس استكمال لسؤال اخينا نعم. اللي من الحصن آه انه نقول نظرا لوجود الظروف اللي محيطه بالاقليم في الاردن نعم. والحمد لله احنا نعيش في امن ورخاء وطمانينه وهذا هذه نعمه تستحق نعم. منا الشكر وان نحافظ عليها نعم. هذا استدعى أن يكون في يعني أحوال إلى حد ما صعبة عند بعض جيراننا وممكن يكونوا ضيوف عندنا وبالإضافة إلى أنه يعني زاد الأعباء آه زاد الأعباء والتكاليف حتى علينا إحنا أحيانا فنتقاسم إحنا وإخواننا غير الأردنيين من ضيوفنا سواء كانوا من إخواننا العراقيين أو السوريين أو الفلسطينيين أو المصريين أو أي وافد أو اليمنيين الوافدين الموجودين عندنا سواء كانوا خدم في بيوتنا أو عمال يشتغلوا في مزارعنا أو في ورشاتنا أو أيضا نازحين عفوا لاجئين إلينا يعني أنا معك ريت أن يكون في يعني تطبيق أو نترجم هذا الشعار إلى واقع من خلال جمعيات ومؤسسات وأعمال تطوعية من أجل يعني مساعدة الآخرين ولو وعلى فكره اللي بتحكي فيه ترى من صلب ديننا الاسلامي، مم. يعني في المال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المال حق سوى الزكاه، يعني اذا الزكاه ما كفت نعم. اذا الزكاه لا تكفي جميل. لسد حاجات الفقراء لولي الامر ل وفي اموالهم حق أه معلوم للسائل والمحروم للدوله الحق مم. ان تفرض يعني جزء من المال حتى تسد حاجات الفقراء. طيب دكتور قبل أنا ما, ما عوده الى سؤال أخونا اتصال أخونا الاخ امين انا عندي اقتراح ناخذ الاتصال الاخير الاستاذ سعاده وتجيب على الاستاذ امين الاستاذ سعاده ويكون نحن سعداء في هذا الاتصال ان شاء الله اذا <applause> <الاتصفيق> استاذ سعاده معنا الاستاذ سعاده السلام عليكم استاذ عامر دكتور عامر وعليكم السلام سلام الله يعطيك الف عافيه وبدي طبعا اسمح لي بدي أمسك على فضيف الدكتور الله يعطيه الف عافيه دكتور ريكات بقول لكم مساء الخير جميعا حياك الله يا اخي مرحبا. انا دكتور هيك بس اليوم هيك عندي سؤالين دكتور عامر اوجههم للضيف يا هل ترى ليش الان الاخ بكون جوعان واخوه شبعان وما بتطلع له يا هل ترى ليش الان ما عادش التكافل مثل زمان يعني باختصار الموضوع جار جعان وجار شبعان ما بعرف انه شو الان الغلط مع انه والله في ناس الله معطيهم ناس الله سبحانه وتعالى معطيهم من فضله ولكن للاسف الشديد انه بتلاقي ما ظل لا احساس ولا شعور في الاخ المسلم مش بس اخوك من امك لا كمان جارك كمان صديقك بمر عليه اوقات وما بكون عنده شيء وبكون الثاني عارف وضعه فما بعرف يعني بدي اترجاك دكتور وريكات رجاء انك تخاطب بس هذول الفئه وجزاك الله خير بارك الله فيك استاذ سعاده يعني ايضا السؤال في الهم نفسه يعني نفس الهم ونفس الالم أهم. الاحساس بالتكافل وضعف التكافل والاخوه والمساعده النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم في اخلاقه ليست اخلاق انتقائيه وانما هي اخلاق كانت مع المسلمين حتى مع اليهود اللي كانوا موجودين كمواطنين في المدينه المنوره في حاله عدم الاعتداء وفي حاله عدم يعني الغدر او يعني ما داموا مسالمين وما داموا ضمن وثيقه المدينه اللي وقعها النبي صلى الله عليه وسلم مع سكان المدينه من سواء كانوا يهود او غير يهود فما داموا ملتزمين اذا نحن نلتزم معهم بالوفاء بعهودهم وعقودهم ولا يعني المسلم لا يغش غير المسلم. المسلم لا من يكذب غش على غش عموما لا وليس من لا لا يكذب على غير المسلم. ايهما اصح يعني الروايه دكتور؟ من غش فليس منا وبالتالي هذا فبالتالي يعني دليل من غش سواء غش مسلم ولا أيوة غير مسلم. نحن نقول اه احنا بنقول يا جماعه انه الاخلاق الاسلاميه ليست اخلاق مصلحيه ايوه وانما هي اخلاق نابعه من ديننا وقيمنا وعقيدتنا اللي هي منسجمة مع هذا الدين الذي ينظر إلى الإنسان كإنسان أنا له الحرية في أن يعتقد ما يشاء ولكني له الحق علي أني أتعامل معه بحسن الخلق ما دام أنه يؤدي ما, ما عليه وهو إما يكون جاري أو زميلي في العمل أو أقول لك يعني ممكن يكون المسلم ودين الإسلامي قمة في التعامل مع الآخرين من خلال أجاز للمسلم أنه يتزوج غير المسلمة إذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية فبالله عليك يعني واحد بده يتعامل مع زوجته يعني يتعامل معها كيف يعني لا بد انه يتعامل معها بحسن الخلق وبالمعاشره ب... التي هي احسن وبالتالي يعني لا يوجد لا يوجد في ديننا ما يدل على ان الانسان المسلم يكذب على غير المسلم لكنه يصدق مع المسلم او يغش غير المسلم حتى الدابه في اهل الحديث انتم يعني استاذ الحديث دكتور قصة الراوي الذي ذهب ليأخذ رواية فوجده يغش حتى الدابة. يعني. في قصة من هذا القبيل. فلم يأخذ منه الحديث لأنه أه. رأى بأنه هذا الرجل يعني يحاول أن يكذب على الدابة ويوهمها إنه جميل. في جميل. آه ثوبه عشب أو علف لا وهو لا يوجد. فلما رآه يعني يكذب على الدابة قال هذا احتمال إنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي طبعًا أنا لا آخذ عنه. الروايه إذا حتى الحقيقة. الكذب على الحيوانات يعني كمان هو يدخل في نطاق الكذب الممنوع في الاسلام هو يعني على ذكر الحيوانات انا بقول لك دكتور عامر انا والدكتور عامر ترى درسنا في تونس <applause> الله يسلم كان في الله. تونس في نوعين من الوقف وانا هذول بقي نصف دقيقه آه. دكتور نوعين من الوقف الوقف الاول يعني شيء قمه في الحضاره الاسلاميه نعم. وهو وقف للدواب اللي كبيره في السن وهرمت وما تستطيع انها يعني تاكل بنفسها أو أنه ممكن إذا ترك صاحبها وما تستطيع العمل أو تفيد صاحبها ممكن تضر بالآخرين في مزروعاتهم فكان هناك وقف خاص بإيش خان خاص بعجزة وكبار سن الدواب فيعني من مال المسلمين وأغنياء المسلمين يقفون جزء من أموالهم على هذه الدواب من أجل أن تأكل وتشرب حتى يتوفاها الله زائد على ذكر الأخلاق والقيم وفي البيوت الخدم النبي في تونس في كان في العصور السابقة في وقف خاص بالخدم هؤلاء كان تعرفوا الخدم يتعاملوا مع الأواني والطناجر وكانت قديما من فخار ممكن تنكسر فحتى لا يهينه سيده أو تهينها سيده سيدتها في البيت وتسمعها كلام لماذا كسرتي فيكون هناك هناك وقف خاص من أموال المسلمين وقفوها للخدم فيما لو انكسر آه كسر هذا الخادم آه <applause> يعني أي آنية من هذه الأواني يذهب إلى الوقف ويعطيه لسيده حتى لا يتكلم معه وحتى لا يعمل يعني هي كأنها أي مثل مؤسسات يعني اليوم التضامن الاجتماعي والتكافل شوفوا يعني المسلمين قديما كلمة أخيرة لأنه آه الوقت يعني شوفوا المسلمين قديما كيف تفننوا في مؤسسات تطوعية وقفية في خدمة حتى الدواب في حتى بسطاء الناس فما بالك بجارك ما بالك باخوك وشقيقك ما بالك بارحامك احنا مع بارك الاخوه مرحبك. اللي دعوا الى انه في هذا الشهر الكريم نعم. ننتبه الى ارحامنا ننتبه الى جيراننا ننتبه الى الفقراء فرصه انه احنا يعني نعيد حساباتنا انه انت تاكل وتامن في نفسك وفي مرحبك. بيتك نعم. انظر الى غيرك ايما اهل عرصه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. باتوا وفيهم الله يعطيك العافية دكتور رجل آه يعني جوعان وقت البرنامج برئت منهم ذمة الله مع الأسف قد انتهى يعني وددنا آه. أن نبقى معك أكثر ولكن كل ما قلته وكل هذه الأخلاق إنما هي فاضت من ذلك النبع الصافي، نبع النبوة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الشاعر ولدت مبرأ من كل عيب كأنما خلقت كما تشاء وكان يدعو الله عز وجل اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي وكان خلقه القران صلى الله عليه وسلم الى ان نلقاكم احبتي واعزائي المشاهدين في حلقه اخرى من ساعه محبه استودعكم الله